سيادة اللواء، هاي أربعة أيام احنا قلقين جدا مما يحصل، على الرغم من أننا مؤمنين تمام الإيمان أنه هذه مجرد زوبعة في فنجان القوات الأمنية العراقية، بطلة مجربة ننحني لها. لكن هذا الذي جرى معقولة بعد كل هذا؟ داعش تمتلك زمام المبادرة والمبادئة والتكتيك والمناورة، معقولة؟ شكرا لك أخي نجم ولكل المتابعين، والرحمة لشهدائنا من قوات البيشمركة وكل شهدائنا الأبطال وأيضا المواطنين. حتى نتكلم بصراحة، احنا متعودين نتكلم بصراحة وواقعية، ما نريد ننطي لداعش أكثر من حجمها، بالرغم من المحاولات الجبانة اللي شنتها على أخواننا الأبطال، وفي ذات الوقت أيضا نتكلم بواقع الحال. داعش الإرهابي ابتداء تحاول أن يكون لها صدى إعلامي أو تواجد في أي نقطة أو مكان ممكن أن يكون لها هذا التواجد من خلال يعني عمليات إرهابية منفردة، ونتكلم عن أعداد نعم منفردة، أعداد لعصابات، يعني حرب العصابات لداعش الإرهابي. هذا واحد. اثنين، ليكن مفهوما عند الجميع أنه الحرب على الإرهاب ولن تنتهي، الحرب مستمرة على الإرهاب. يعني نعم حققنا الانتصار وبدماء الشهداء الأبطال من كل تشكيلاتنا الأمنية، ولكن هل انتهت الحرب على الإرهاب على التطرف؟ لا، لم تنتهي، لا في العراق ولا في كل دول العالم. إذن إدامة زخم الحرب على الإرهاب يجب أن تكون مستمرة، لا يمكن أن يكون هنالك تراخي أبدا في حربنا ضد الإرهاب. وما حصل يعني خاصة في المناطق اللي مناطق الفراغ الأمني أو المناطق اللي يعني قد يكون يحتاج بها تركيز أكثر، وخاصة المناطق بين إقليم كردستان العراق وبين التشكيلات الأمنية ضمن القوات الحكومة الاتحادية وأبطال البيشمركة، نعم هم جزء من قواتنا الأمنية.